الأشياء الكبيرة اللي في قلبه. حجتهم كانت إنه ما فيش ترخيص بالعمارة، هذا أكيد كلام مش صحيح. لما اشترينا من صاحب العمارة في هذاك الوقت اشترينا ورجعنا إنه في قلبها ترخيص، فهمت علي؟ بالقوانين القرقشية اللي موجودة، يعني إحنا أخذنا مش أخذنا بالتغفيل أو أخذنا إنه يعني هالقد إحنا يعني مش عارفين إيش بنشتري، مش عارفين كذا، شفنا إنه في هناك ترخيص بأربع طوابق في الشقة. يعني هذا اللي حصل. بعدين دخلت قضية العمارة 5 سنوات في المحاكم وفي القضايا وفي المشاكل إلى أن وصلنا في النهاية في الليلة فيها ضوء أمر في شبيه ضوء أمر إلى أنه أصبحنا و1500 جندي في داخل العمارة، ما خلوناش نطلع ولا شيء. في رعب كبير أنه كل بيت كان يدخلوا معهم 5 كلاب، الكلب يكون محطوط عليه حديد عشان لو قاوموا حدا يكون أتقل في أنه يهجم عليه. يعني فاقيم يعني حتى لو بتشوفي هاي انه بنتي يعني ضربت الكلب اجرة ايه، فمسكوها وضربوها في الارض ومسكوها وحملوها حمل 84 درجة من فوق لتحت وهي نازلة على الجنبين كفوف. يعني تعرضتوا للعنف من جنود الاحتلال؟ تعرضت على العنف بعنف كامل، يعني من 84 درجة نازلة. انا كنت في هذاك الوقت في مصر وجيت نفس اليوم، يعني يعني شاهدت العجبة كيف كانت وكيف كان استغربت. انا بقول انا بكون وانا بحارب، يعني انا يعني في أنا ساعة حرب، يعني قد جنود، يعني قد عالم على هذا البيت. أجمل من ذلك إن أنا وقفت اثنين، أنا أذكر حجم من الحجاج اللي كانوا واقفين، قال لي والله بيتي كبير يا شيخ خليل، يعني بوسع بطنه بكي هو منه بكي، يعني حاول إنه أسر، قال لي والله بيتي كبير، إنه هذه لسه ما زالت مأسر فيه، إنه بوسع بوسعني يعني إيش كثير يعني.
ففي نفس اليوم ما فيش شيء، وين بدك تروحي؟ ما انا جلست في دار اختي يمكن 10 ايام وذهبت واستاجرت عند جورج الارملي. جورج الارملي لما استقبلني في لغه الارمل، بتعرفي احنا المدينه الوحيده اللي لم يحدث فيها حادثه طائفية واحدة. اكيد نحن متعايشين مع هذا الفضل، تلاحم هذا الفضل دائما، يعني هذا فضل من ربنا انه على مدى من العهد العمرية الى الان انا بفتخر مدينة القدس واهل فلسطين بالذات لم تحصل حادثة طائفية واحدة.